شعبة الحصكة لحزب البعث العربي الاشتراكي تكرم عددا من الطلاب الأوائل في التعليم الأساسي والثانوي والمهني على مستوى المدينة. قامت شعبة مدينة الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي بتكريم عدد من الأوائل في التعليم الأساسي والثانوي والمهني على مستوى مدينة الحسكة. اليوم إذ نكرم المتفوقين نكرمهم مرتين، مرة لتفوقهم وصمودهم وانتصارهم على الظروف وهم جنبا إلى جنب إلى جانب الجيش العربي السوري، وتفوقهم العلمي وحصيلة تحصيلهم العلمي، هذا دليل على إصرارهم هم وأوليائهم على الصمود في وجه التحديات والتحصيل العلمي الذي حصلوه اليوم. نتمنى نحن مديري التربية استمرار التفوق وفي المراحل الدراسية العليا وهي المرحلة الجامعية. هذه أبسط مبادرة نقوم فيها كشعبة مدينة الحسكة لتكريم المتفوقين الأوائل على مستوى مدينة الحسكة، والدولة أولت اهتمام كبير في مسألة الطلبة والعلم والتفوق والمتفوقين. اليوم هي رسالة من أبناء محافظة الحسكة، مدينة الحسكة بالأخص، الى انه سوريا هي انه الحسكه هي جزء من سوريا لا يتجزأ، وانه ابنائها يتابعون معركه العلم، معركه التعلم، معركه التفوق، وهم اليوم جنبا الى جنب في الجيش العربي السوري بمكافحه التطرف والفكر المتطرف. اكيد في توازي، لانه الجيش العربي السوري برا عم يدافع عنا وعم يحمي بلدنا ووطننا، ونحن هون عم ندافع بالعلم والتعلم. التفوق يعني شيء حلو بالحياه، وانا انصح انه كل طالبه يعني تبدي بمرحله جديده بالبكالوريا انه تدرس، لانه باحلى شيء بالدنيا هو الدراسه. يعني نحن اطلب حققنا انتصارات في التعليم، ونرجو للطلاب ان يحققوا انتصاراتهم في التعليم. الطلاب كانوا عم يدرسوا وجابوا علامات، مع انه الارهاب يعني وكل يعني كانوا عم يحاولوا انه يعطلوا هالشيء، بس الحمد لله يعني جبنا علامات ولساتنا انه العمليه التعليميه مستمره. بدي انه فرج العالم كله انه نحن ما زلنا يعني بحالة حرب، وبدنا نتفوق وبدنا نصر على التفوق مشان نفرج الباقين انه نحن نقدر نتفوق ونقدر ندرس، وعندنا مجال انه نحقق هالتفوقات. المتفوقون اكدوا ان تفوقهم هو نصر جديد لابناء سوريا المصممين على المضي في دروب الانتصار وبناء ما دمرته يد الارهاب، وان حالة التميز واجب على كل طالب لرد الدين لوطننا والعمل على بناء سوريا المستقبل. محافظ حلب يكرم جميع عناصر فوج الإطفاء وعددا من أسر الشهداء من عناصر الفوج. قام محافظ حلب حسين دياب بتكريم جميع عناصر فوج إطفاء حلب، بالإضافة لتكريم أسر الشهداء من عناصر الفوج. وخلال زيارته لمقر فوج الإطفاء، أكد المحافظ أن رجال الإطفاء هم جنود حقيقيون يؤدون عملاً وطنياً ويسهمون في إنقاذ أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم من خلال سرعة التدخل عند حدوث الحرائق أو الكوارث، وقد ارتقى منهم شهداء وجرحى أثناء أدائهم لمهامهم. دياب أكد أن هذا التكريم هو باسم جميع أهالي حلب، تقديراً لرجال فوج الإطفاء ولأسر الشهداء من عناصر الفوج. طبعاً رجال الإطفاء هم جنود حقيقيون يؤدون عملاً وطنياً بامتياز، يحافظون على أرواح وممتلكات المواطنين. نحن اليوم كرمنا رجال الإطفاء وطلبنا منهم البقاء في حالة الجاهزية القصوى للتدخل عند حدوث أي طارئ في كافة أنحاء محافظة مدينة حلب. التكريم هذا بيجي لفتة كريمة ولرجال الإطفاء، أعتقد يعني الجندي المجهول يستحق التكريم كسائر زملائه في العمل يعني، والإسعاف، ومشكورين كلهم على الجهود اللي قدموها من كافة الخدمات في المدينة. منقول الله يبارك هيك بسوريا يا رب، وإن شاء الله بيرجع الأمن والأمان إن شاء الله لسوريا يا رب. وفي ختام الزيارة نوه المحافظ لضرورة الحفاظ على الجاهزية التامة للتدخل الفوري عند حدوث أي أمر طارئ.